تنطلق المباراة بعد لحظات لمصلحة الضيوف في تاسع مواجهة بين الفريقين منذ نجم مقرى إلى المحترف الأول. الكرة على الجهة اليمنى من الدفاع وأولى التدخلات، شاهدوا ماذا يفعل يوسف بليلي في الثانية 15، يطالب الجمهور ب الاستيقاظ وبالتشجيع وبالمناصرة في مباراة يستضيفون فيها فريق نجم مقرى المولودية بقيادة بليلي الذي لا يريد أن يتوقف عند هذه الأرقام، 10 أهداف في 7 جولات زائد 4 تمريرات حاسمة. الكرة الأولى لمصلحة المولودية من آتي مباشرة إلى ضربة مرمى، يتقدم بالكرة حليمية من يطلبها زوغرانا أو بايزيد، ولكن يعود لزوغرانا يغير الجناح تماما جميلة منه هنا حمزة موالي، التوزيع الرائع مباشرة إلى الركنية الثانية لمصلحة مولودية الجزائر في حدود هذه الدقيقة 6 من بداية المباراة. دائما التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين. المولودية صاحبة الريادة بمجموع 18 نقطة من 7 انتصارات أو 6 انتصارات وهزيمة واحدة كانت بميدان النادي الرياضي القسنطيني. يوسف بليلي يلعب بسرعة، يرفع الكرة يوسف بليلي، ريع بايزيد يحول كرة بليلي إلى هدف أول في هذه المباراة. أنا بليلي وضعها له بالمليمتر، خرج من ظهر الدفاع وسجل الهدف الأول. طوفان المولودية مستمر، طوفان المولودية يمتد، وكما قلنا المولودية يبدو هذا الموسم بأن بحر يمتد ويوسف بليلي قطار ما راح يوقفه حد. هدف مقابل 0 مع بداية قوية. سفيان كيف هي الأجواء في كرسي احتياط في 7 جولات المهاجم يسجل 10 أهداف من دون احتساب التمريرات الحاسمة، وهنا يجعلنا نتحدث ربما عن لقب الهداف الذي كان الهداف في السنوات الماضية بعدد محتشم من الأهداف لا يتجاوز 13 هدفا، وبالتالي يريد يوسف بليلي العائد إلى البطولة أن يكسر هذه القاعدة، ولما لا الوصول إلى ما كانت عليه البطولة سابقا. كنت أريد أن أتحدث عن بيتشيتشي البطولة الجزائرية، ولو أن بيتشيتشي لاليغا خاص بالبطولة الإسبانية. نتحدث على الأهداف فتأتي الأهداف، إنه زكريا نعيجي. هل هو زكريا نعيجي أم من سجل هذا الهدف؟ زكريا نعيجي هدافا مرة أخرى مع المولودية. تحدثنا عن الأهداف فجاء الهدف الثاني في حدود الدقيقة 23. يا سلام المولودية هذا الموسم لا تريد أن ترحم طبعا بين قوسين. هيا كيف لعبت الكرة الأولى والثانية والمتابعة المدافع ثم زكريا نعيجي. أنا في شباك عبد القادر صالحي، 23 دقيقة لعب، المولودية ثنائية ونجم مقرى 0 في مباراة لا أقول بأنها تسير في اتجاه واحد، ولكن حقيقة النتيجة هكذا مع بعض المحاولات من جانب النجم. وهو الهدف الثالث لزكريا نعيجي بعدما سجل هدف أمام الصورة وأمام سوف. لم يعمر طويلا، ولو أن البداية موفقة لفريق يحتل المركز الخامس، فاز في 3 مباريات، تعادل في 2 وخسر 2، سجل 11 هدف وتلقى 5 أهداف. لو نتحدث عن فريق اسمه نجم مقرى لا يمكن أن نقارنه بالمولودية أو الدون
من حقك أن تستعير تلك الفرحة، ومن حقك أن تفرح وتمرح، لأنك سجلت هدفا عالميا، لأنك سجلت هدفا على طريقة الكبار، بحس تهديف عالي وبروعة فنية ممتازة وعالية. إنه الخامس لك بألوان المولودية، من أعطاه له؟ من منحه له؟ كيف خرج على الأكروباتية؟ إنه يوسف، إنه يوسف بلايلي. ما هذا الثنائية الرهيبة التي تريد أن تجننني؟ أليست مباراة من الدوري الإنجليزي؟ بالله عليكم، هل شاهدتم هذه اللقطات في الدوري الإنجليزي؟ إنها في ملعب 5 جويلية. يوسف بلايلي يمرر بالمليمتر، وبايزيد لا يضيع، بايزيد يسجل بطريقة ولا أروع ولا أحلى ولا أجمل. ثلاثية من الأهداف في مرمى نجم مقرى. في الوسط تمر الكرات لدمان حمزة ولغنمي، الكرة لمصلحة النجم، ما زال مرفوعة، مرت على المهاجمين، يسترجع حموالي بقوة وإلى التماس أمام فريق يعي ربما ما يفعله ولو أنه منهزم. نعم، منهزم أمام فريق قوي مسيطر بالطول والعرض ومدعوم بالآلاف من الأنصار، ولكنه لا يريد أن يغامر بالعودة إلى الخلف. كرة من لكحل شمس الدين تدخل إلى البديل الذي دخل غنامي قبل لحظات. التمريرة هذه في العمق يسترجعها الدفاع. حليمية رضا، تمر الكرات لجمال الدين بالعمري بدوره بطريقة ممتازة، مسترجعة بسرعة، هيا السرعة في التنفيذ والبحث عمن ضاعت. لمصلحة النجم مرفوعة ولكن ليس بالطريقة المطلوبة. هنا يوسف بلايلي يلعب مع خير الدين مرزوقي، مسترجعة جميلة، جميلة في عمق ودار الدفاع، يطلبها يوسف، هل ستصل؟ لم تصل. مرة ثانية حكم المباراة يقول واصل اللعبة، أحسن قرار. مرت على زكريا نعيجي، سيد علي لاكروم، ومن ينطلق يلعب طويلة باتجاهه الأمام في مباراة نلعب مباراة سجال، مباراة مفتوحة، المباراة من جانب النجم الذي يفعل حسنا في الشوط الثاني. هذا التغييرات التي قام بها بومال تدل على أنه ما يزال يعتمد على الهجوم، يريد يعني الخروج ربما بأثقل نتيجة. راح داو، راح داو، راح داو، أوزا مرزوقي، 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 يا سلام، يا الدفاع بقوة، بقوة كبيرة، وسجل الهدف الرابع له هذا الموسم. لم ينتظر الوقت بدل الضايع حتى يسجل. شاهد كيف أخذها، انطلق، وصل، توغل في الأولى والثانية. حس الهجوم كبير، حس هجوم كبير لهذا اللاعب الرائع الذي يريد أن يثبت بأنه معادلة صعبة في تشكيلة بومال، في وجود حتى يوسف بلايلي وحتى زكريا نعيجي أو حتى بايزيد يلعب دقائق قليلة، ولكن المهنة هداف الاسم مرزوقي، والمهنة هداف يضيف الرابع في حدود الدقيقة 80.